اسأل عني تفضل فز والجيزة في حالها تحس فوزي لعندي قليل جمهوري أنا بحبك يا غاوي الفرفة عبي وعبك يا غاوي يقولنا عايز منافسة بنافس مين مصوري كونة وضربت يا غاوي أنا كل كتباتي ضربت يا غاوي حضرت دي ما ضربت يا ما تحاربت سنين وسنين يا غاوي Thank you. Thank you. I love you. I love you. Thank you, everybody. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فين؟ أنت في البسينة عند ليب. التوك توك وقع بينا ووصحين في الطين وعمال تقول لي ثانك يو ثانك يو. يا لهوي يا شكر على الحلم اللي أنا كنت فيه. وحياة أبوك رجع التوك توك خليني أرجع تاني. ما طلع عم فوزي على الفرح ناس مستنية. حاضر بس على شرط. على شرط. آه. اللي حصل ده لو وصل حرف لعمرو دياب هقطع رقبيكم. ماشي عند ليب. ماشي عند ليب. يلا يلا. رجلي تقيلة مش عارف أطلع. يا عم لف 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 ايه انا قصرت انا قصرت معلش شد شد ايه المستوى الحقير الزباله ده انا لا يمكن اغني في المستوى الحقير ده اخوات العروسه نجم امال هتغني فين يا ياض في المكان اللي معاليك تامر فيه بس استأذنك اي مكان من الداري بس اغير هدومي عشان اطلع من مصر تغير هنا انا اساسا بغير هنا انا باجي كل يوم اغير هنا دي شي شكل الهوى يحييكم واتمنى لكم سهره سعيده مع نجم فرحنا الليله مع شموخ الاحساس مع تدفق المسؤوليه مع انتصار المبادئ مع الاسف معكم عند ليب الدقي فوزي أظن إن الذوق من أقل التقدير إن لما الفنان يطلع المسرح تحييه وتسقفوا له ولذلك أنا بنسحب من الفرح ده بنسحب منين يو؟ أنت بتطلع لي من أني ده يا أنت؟ يلا قبل ما أغني لازم أقدم الفرقة اللي تعبت معايا بقالها 7 شهور وعانت معاناة فظيعة عشان أوصل للبدلة والباروكة واللعلطة اللي أنا فيها ديت أقدم أخويا عازف الكمان الأول اللي مفروض عليا في الفرقة عشان الكمانجة بتاعته الأستاذ محمود محمود صاحب أجزخانة محمود محمود في كوبري الخشب في بلاد دكرور وهقدم عازف الأكورديون الأول الأستاذ شعر السدر حسين وأخيرا وليس بآخرا عازفة البونجز الأولى أختي وحبيبتي وبنت منطقتي أم مجدي بقيت الفرقة وطين محدش ليه جمايل عليا ولا واحد من دول جاهزين قولي أحبك كي تدوم وسامتي بدون حبك لن أكون وسيمة لا 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 وسامتي بغير حبك لن أكون وسيمة لا 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 عند أمي عند أمي يقول لها في عريس قابض عليه اكري فكري جراش يا وكري انت واخد مني 35 جنيه عشان تجيب لي مواطر بواسطه الفرح طب اعمل لك ايه مش انت اللي قلت لي ستار خاص جايبين فرقه ب 35 جنيه دي فرقه محفره يا بايره Oh,
سوري يا مصر، هطير انا بقى، هولع في الموهبه اللي مش مفهومه. شكرا يا كل ودن سمعتني ومش مأذت، شكرا يا كل كف نزل على قفايا وقال لي صوتك معفن. افرح يا مطربين مصر، افرح يا عمرو العندليب بيولع، افرح يا اصاله، افرح يا سمير يا رباعي، افرحوا. هاتي الكبريت ياما، هاتي الكبريت يا واد. بطل بقى، بطل شغل المجانين ده. وقادر وابوه ياما، انت فاكراني اتجننت؟ اقسم لك بالله المطربين بيحاربوني ياما. طب انا النهارده في الفرح كنت ملعلع، تامر حسني فجاه بعت لي رجالته انتشروا في الفرح بوظوا الفرح. بقى هو تامر حسني هو اللي بوظ لك الفرح؟ امال يعني ابو تريكه هو اللي هيبوظ لي الفرح؟ فوزي ياما ارمي دي، انا كل جهاز هولع. اديني البخاخه بسرعه احسن كرشة النفس جت تاني. ياما الدكتور قال بلاش سجاير، هي اللي هتودينا في داهيه. يلا يا حلوه، يلا يا ام فوقي، عايز اسالك على حاجه مهمه. عايزاه يا ولد؟ بس انت ما بتتصلش بيا يا امه، ما اعرفش عنها حاجه بقالي اسبوع. طب اطمن على امك بدل ما تطمن على بسنت. يا امي انت قاعده قدامي على الكرسي ومطمن عليكي، انما بسنت غايبه بقى لها اسبوع، حاسس ان روحي بره جسدي. بصي يا امه، بصي بصي البراءه يا امه، بسمتك شايفه الجمال. بصي هنا بقى، بصي هنا. اتحداكي لو عرفتي تحددي ملامحها كبني ادمه. جاتك خبت خبتك، خيبت املي فيك. انا صرفت عليك دم قلبي بعد ابوك ما مات، وعلمتك ويا ريتك يا اخويا فلحت. ده انت اهدى علام. ايه اللي علمتهولي ياما؟ ده هو حيالة دبلوم فني بريد، وده كان ضد طموحي. اقول لك ياما صوتي حلو، قدمي لي في سياحه وفنادق، تقولي لي لا بريد يعني بريد. ماله دبلوم البريد؟ كان نفسي اشوفك مستجي قد الدنيا. ياما مستجي ايه ياما؟ هو في حد دلوقتي بيبعت جواب لحد؟ دلوقتي الانسان يبعت مسج يترد عليه بمسج يأكد عليها وصلتك المسج، التاني يرد عليه يقول له وصلتني المسج. بقى في حاجة اسمها اس ميم اس، بقى في بليتوز. الزمن اتطور ياما، وبعدين ابنك اتخلق عشان يكون فنان. ستي الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل بتشيبة. كفاية بقى، جرعتني في الأمومة، اتخلت. يا حياتي أنا كلي حيرة حيرة. هو إيه الحكاية؟ مفيش صوت عدل أبداً؟ اللي بعده. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. فوزي عندلي بالدقي هتسمعنا ايه؟ والله يا استاذ حلمي بكره، انا بحب الحان حضرتك جدا وحافظها كلها عن ظهر قلب. معقوله؟ بس دي الحان صعبه جدا. هو ده الفن الحقيقي يا باشا. باين عليك بتفهم يا فوزي. طب قول لي حافظ ايه من الالحان؟ حافظ من الحان حضرتك راجب حوش صاحبك عني. نعم؟ مش الحان. لا يا فندم. طب حضرتك هو في اغنيه انا بطلع فيها امكانياتي، ممكن تكون مفاجاه لحضرتك، ممكن اقولها؟ قول قول. حاضر فندم. قلبي على تيري، قلبي على تيري، قلبي على تير. لاحظ حضرتك بطلع بالمقام وبنزل، اكيد حضراتكم عارفين الموضوع ده. قلبي على تيري، قلبي على تيري، تيري على